البدايه لافوت انا ان شاطر نادي الزمالك الكبير الاحزان في وفاه اثنين من قيادات نادي الزمالك سواء على المستوى الفني في كره القدم او على المستوى الاداري. رحل اليوم الكابتن احمد مصطفى. كابتن احمد مصطفى واحد من نجوم الكره في نادي الزمالك في الستينات، له باع طويل جدا كلاعب دولي مهم، وايضا وفاه المغفور له الاستاذ محمود بدر الدين امين صندوق نادي الزمالك السابق. لهما كل الدعاء بالمغفره والرحمه ولاسرتيهما الصبر والسلوان، وكل التعازي لاسره نادي الزمالك الشقيق. ايضا لا يفوتنا ان نشاطر الكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه ونجم نادي الاسماعيلي الكبير الاحزان في وفاه شقيقه تغمده الله بواسع رحمته. رحمه الله على الجميع. يعني تربطنا بهم ذكريات كلهم وشائق طيبه، وزمن زمن كان بيفرز. يعني محمود بدر الدين اصله كان زميلي وكان ابتدى الشغل معايا رحمه الله عليه. وطبعا الكابتن احمد مصطفى غني التعريف، اما كابتن علي ابو جريشه فقال شقيقه. طبعا طبعا، فرحمه الله على الجميع.